فإذن السؤال، كيف أنا ممكن أتقدس في محضر الله؟ على فكرة مكتوب كلمة الله بتقدس الإنسان. أنا كلما قرأت كلمة الله، كلمة الله هي مثل الفلتر، بتعمل لي فلترة. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وهكذا بيتكلم عن كلمة الله اللي بتقدس حياتي. فأنا بدعوك إنك تقرأ في كلمة الله اللي بتقدس الإنسان.